العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر الذي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف العاشر، اليوم موعدنا مع مادة الأحياء ودرس تكيف الكائنات الحية. تعريف النظام البيئي، أنواع الأنظمة البيئية وأهم التحديات التي تواجه كل نظام. ما هو التكيف؟ تكيف صفة موروثة تمنح الكائن الحي قدرة على البقاء في بيئة معينة. كيف نشأ التكيف؟ التكيف ينشأ من التنوع والتباين بين أفراد المجتمع، أي الكائنات تكون مختلفة فيما بينها من حيث قدرتها على مقاومة هذه التحديات، فمنها ما هو قادر ومنها الغير قادر. الغير قادر ينقرض ويموت، أما القادرة فهي تتكيف مع البيئة وتورث صفاتها لأبنائه. التحديات اللي بتواجه الكائن الحي في البيئات المختلفة، أول شيء الحرارة الشديدة، البرودة الشديدة، الجفاف، ملوحة التربة أو ملوحة المياه، قلة الغذاء، الأمراض والافتراس والتلوث. أنواع التكيفات في الكائن الحي. الكائن الحي عدة تكيفات، منها التكيف التركيبي والتكيف السلوكي والتكيف الوظيفي. التكيف التركيبي هو تكيف في تركيب الكائن الحي في تركيب جسده. التكيف السلوكي تكيف في التصرفات يقوم بها الكائن الحي. التكيف الوظيفي الاستجابة للمؤثرات الخارجية من قبل الكائن الحي للمحافظة على الاتزان الداخلي له، يعني المحافظة مثلا على درجة الحرارة تكون ثابت. الأنظمة البيئية، لدينا عدة أنظمة سندرس منها إن شاء الله: النظام البيئي الصحراوي والنظام البيئي المائي. ما هو النظام البيئي؟ النظام البيئي ده منطقة تعيش فيها الكائنات الحية وتتفاعل فيما بينها وبين المكونات الغير حية في البيئة المحيطة. النظام البيئي يتكون من مكونات حية مثل النبات والحيوان، أما المكونات الغير حيوية مثال المناخ، والمناخ يشتمل على حرارة ورطوبة وضوء ورياح وهكذا. الأنظمة البيئية كما ذكرنا سابقا نظام بيئي صحراوي ونظام بيئي مائي. السؤال هنا: ماذا نتوقع من اختلاف مناخ كل بيئة؟ أي لو ارتفعت درجة الحرارة، قلة الماء، قلة الأمطار، قلة الغذاء وهكذا، ماذا نتوقع من الكائنات الحية؟ أكيد نتوقع تنوع في الكائنات الحية التي تعيش في هذه البيئة. النظام البيئي الصحراوي. والآن ندرس التحديات التي تواجه هذا النظام. أول شيء ارتفاع درجة الحرارة، الجفاف وقلة الماء، الرياح الرملية، ملوحة التربة، وقلة الغذاء، وصعوبة المأوى. والآن لدينا فيديو يوضح أهم التكيفات التي يقوم بها الجمل لكي يواجه هذه البيئة الصحراوية. عرف الجمل بقدرته على التكيف بشكل استثنائي مع المناخ الحار والقاسي في البيئة الصحراوية، ما يمكنه من تحمل فترات الجفاف الممتدة فيها والبقاء على قيد الحياة بدون طعام أو ماء لفترات طويلة.
وما جعل منه أحد أكثر الحيوانات الهجينة فائدة للمجتمعات البشرية في تلك البيئة، وخلق له فيها شعبية ومكانة عالية ومستحقة. فما هو السر وراء تلك القدرة الفريدة للجمال؟ العلم نور. يمتلك الجمل عدة مزايا في تركيبه البيولوجي تمكنه من الحفاظ على الماء وتقنين استهلاكه بدرجة كبيرة. أحدها هي مقدرته الفريدة على تخزين الماء في بطانة المعدة وتخزين الدهون في السنام، ما يمكنه من استخدام هذه المخازن من الماء والطاقة في أوقات الحاجة. كما يتميز الجمل أنه لا يعرق بسهولة، فجسمه لا يبدأ بالتعرق وفقدان الماء إلا إذا ارتفعت درجة حرارة الجو عن 42 درجة مئوية، وطريقه إلى ذلك هي قدرته الفريدة على رفع درجة حرارة جسمه نهاراً إلى درجة تقترب من 42 درجة مئوية، مما يتماشى مع حرارة الجو المحيط. وفقط في حالة تعدي درجة الحرارة ذلك يبدأ حينها بإفراز العرق ليلطف درجة حرارة جسمه. ولكن حتى حين يبدأ بإفراز العرق وخسارة الماء، فإن لديه ميكانيكية فريدة للتقنين من تلك الخسارة. فعند إفرازه للعرق يقوم شعره بالانتصاب، ما يسمح بتبخر العرق من الجلد إلى الجو مباشرة دون حدوث بلل للشعر، وهو بذلك يوفر على نفسه الكثير من الماء اللازم لبلل الشعر. كما يمتلك هذا الحيوان الفريد القدرة على شرب الماء المالح، حيث أن الكلى لديه قادرة على تخليصه من تلك الأملاح الموجودة فيها التكيفات التي يقوم بها الجمل للتغلب على درجات الحرارة العالية، قلة الغذاء وقلة الماء والملوح. الآن فسر تمتاز البيئة الصحراوية بتنوع حيوي محدود. طبعا أكيد عرفنا السبب، سبب قساوة البيئة من ارتفاع الحرارة، قلة الغذاء، صعوبة المأوى، الجفاف، الملوحة، كل هذه تحديات يواجهها الكائن الحي، وبالتالي يحدث تنوع في الكائنات الحي. اكتب المصطلح العلمي التالي: المنطقة التي تعيش فيها الكائنات الحية وتتفاعل فيما بينها ومع المكونات الغير حية، أكيد هو النظام البيئي. اذكر مكونات النظام البيئي. من المصطلح العلمي عرفنا فيه مكونات حية ومكونات غير حية. السؤال الثاني: عدد أربع تحديات تواجهها الكائنات الحية في النظام البيئي. 1- ارتفاع درجات الحرارة. 2- الجفاف وقلة الماء. 3- الرياح الرملية. 4- ملوحة التربة. 5- قلة الغذاء. وإلى اللقاء في الدرس القادم، ومع أطيب تمنيات.